السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولياء التلاميذ وتلاميذات السنة الثالثة ابتدائي، مرحبا بكم على قناتكم طنطا معاد. اليوم سوف نجري الأنشطة المتواجدة في كتاب الأنشطة، فلنبدأ على بركة الله. Alors, mes chers élèves, prenez vos livres de français et suivez-moi à la page 51. إذا تلميذات الأعزاء خذوا كتبكم كتاب الأنشطة وتابعوني على الصفحة 51 كاي ديداكتيفيتي. زاد زاد هذه زاد سكريبت وهذه زاد كورسيف. جو كولوري لو ديسان كون جونتون زاد، ولكن الأول كما العادة كنسمعوا حرف الزاد. لو زابغ جونتون لو زاد ألوغ جو لو كولور. زيرو J'entends le Z, alors je colore. Zigzag, j'entends le Z, alors je colore. Zo, j'entends le Z, alors je le colore. Stylo, j'entends pas le Z, alors je colore pas. Café, j'entends pas le Z, alors je le colore pas. Gazelle, j'entends Z, alors je le colore. La souris, j'entends le Z, alors je le colore. J'entoure les lettres qui font Z. على الحروف اللي يديروا زاد. هذه زاد 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 زاد. جونكادغ لا سيلاب كون جونتون زاد بوي جو لي اون فريز كون جونتون زاد. الا ها هو فريز. لو ليزار اون شوميز. زورو زيرو. لوازو روز pardon. لو زابغ جو ركوبي. نعاود نكتبو هنا الزاد كيما مداري نديرو pardon. اعذروني على الخط بيسكو راني شويه معذب. عاود لو زابغ لو زابغ. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو، ما تنساوش في الاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لحصولكم كل جديد، وما تبخلوناش بإعجاباتكم وتعليقاتكم محفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.